السلام عليكم. شوية شريف. أشنو سميتك؟ عبد الجليل منون. أشنو اللي وقع لكم؟ أنا خدامين عند الطبيب والفيرما، جاو شي ناس هجموا علينا كيجيو المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، ولكن لا مخزن لي والو كيضغط عليا مكيجيوش. ديما كيجيو يتهجموا عليكم؟ ديما كيجيو يتهجموا علينا. وهاد الخطرة إمتى مع جاو؟ هاد الخطرة جاو مع شي ثلاثة بحال ديال الليل. ثلاثة ديال النهار. ديال النهار؟ جاو مسلحين بالسيوف والجناوة والزراوة، جاو هما شي خمسة. عبد الله وولدو واحد العزوة وجوج خرين. وساروا يضربوا هكا ما عيطوا لا لدارك لا والو ولا جاو دارك ديال ولاد عمران ما كيجيو وما كيدير معاهم كيشدهم وكيطلقوهم كيديروا معاهم والو فايت ليهم اعتقلوهم والو ما كاين اعتقال لا والو كيديهم كيصيفطوهم المهم ما يكون عندك بس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مهم الشريف نتمنى لك الشفاء إن شاء الله أنتم دكتور في الأربعة ديال ولاد عمرانية محمد حسن مرير بسيدي بالنور سيدي بالنور تعرضتي لشي اعتداء داخل المنزل ديالكم رغم انكم حسب اللي سمعنا قدمتوا بزاف ديال الشكايات جميع الشكايات وتبعت تراتبية حتى لاش واحد يقول لك علاش ما نقصتينيش انا وعلاش ما شفتينيش انا بديت من الصغير الى الكبير انا تحت الفوق ومشيتي عند لي جوندارم شحال خطره الجندرم ديال التكرا سكنت معاهم صبت معاهم حتى هكا واش كيديروا لي جندرم؟ والكلمات كتعاود ما اسمك ما عنوانك شحال عندك تاع الاولاد شحال يعني نفس القضيه بدون هذه الهضره اللي كاين وكانوا حسب اللي سمعنا كانوا كيديوهم بعض النوبات عندك السيد دهباس ديال لابي جي هذاك هو الانسان الوحيد اللي خدم معايا مزيان ما مريت الدار وقال لي راه داوهم وشي مره كاع لقاو عندهم مخدرات كاع تبات عليه المخدرات وشدوا من المينوط وتبات عليه الترامي والترامي لقى بانه استاذ تاع لي البيبان كاملين وانا مرتي في الزرقاء تبت عليه ومع ذلك والكيف وكل شيء ومع ذلك وحمر لي الدوسي والجناوه الكبار وخرج وبين دوزو سيدي موسى 21 يوم بين عشيه وضحى خرج البارح شحال جا من واحد تقريبا وما نقدكش انا طوموبيل كبيره كونغو هذا شي سته وطوموبيلته هو هذا مرتو ولدو وهو واحد العزي كبير خصيصا ليا انا بقاو يضربوا ضربت شريك الفيليات وداكشي ملي دخلت انا لتحت السكنه تشاوس الحدود ديال الدار هزو الزراوط لكن اضرب على الريوس وعلى الدار وعلى الكلشي تبعوك حتى للداخل حتى للداخل داخل كيضربوا انا وكاري على كريمه انا من شاد كريمه وما كيعطيوني الدار كيعطوني الراس يعني انت اللي زيت الدار كيعطوني الراس زيت الضرب كامل ثاني يوم زيت الطوموبيل باش نمشي نجيب النجده حليت لهم الطوموبيل الكبير قلت لهم حلوا لي الباب الكبير حلوا الباب الكبير سدوا عليا بقيت انا بغيت ندير وقفوني في الشانطي وسبعه بقاو كيرجموا فيا بالزراوط حجر وزراوط دابا بالنسبه لك انتيا اشنو الطلب ديالك لهاد المسؤولين هادو؟ هو انني لما التجأت لولاد عمران ما خدوش حقي ولقيتهم متواطئين التاجئ شكون فولاد عمران اللي متواطئين؟ متواطئين لانهم كيعاونوا شكون هما؟ منهم الحسن القائد ديالهم يعني دارك دارك ها نعم زيد كمل التاجئت للوكيل الملك اييه وطلبت منه بان تدخل لابي جي ديال سيدي بن نور هي اللي تصرف وهي اللي تصرف الاشغال ديالها وفعلا مشكوره خرجت معايا وقامت بالوجه كما يجب ولكن فيما كتصوب الدوسي ديالي وتقادو ليا كيدخل المحكمة كيتغير الأمور إذا أيادي خفية كتلعب كيما بغات كتلعب لعبها تمايا عطاو 20 يوم خلاو يومين تحت النظرية حرس النظرية دوزوه المحكمة لقاو عندو داكشي كثير دوزوه دوزو واحد 15 يوم في المحكمة عاودو طلقو علينا طلقوا علينا ثاني وها التصرف النتيجه هي هذه هما عاودوا اعتداوا عليكم مع اني عندي جميع الوثائق اللي تثبت حقيتي في عندي وعند مرتي حقيتنا في ارضنا ونعيشوا في السلام ما كايناش شي ورقه زياده على هذا جيت الجديده التجأت وحطيت ادرام النار شكايه ادرام النار حطيت شكايه ادرام النار حيت تحرق لينا 20 ديال النحل والاشجار وعندك شهود فيها وتخزنات حتى هي ما داروا لها والو تخزنات ما جاتش لا ولاد عمران ولا ولاد داوود
كاين حتى شي حاجه. هذا الشيء راه خطير. اه ما جات حتى شي حاجه. دكتور اذا انت دابا حسب اللي فهمنا منك انك تطلب من الناس المسؤولين ان التحقيق معك يكون من طرف المركز القضائي وليس الترابي، المركز القضائي بسيدي بنور. اتفقنا. وفي حاله ما الى ما كان والو انك تطلب من المركز القضائي ديال مدينه الجديده، يعني حكم انه جهوي، انه هو اللي يتدخل. مش هيدخل اكثر من ذلك، انه يحيل على رجال الامن. يتعدى الحق ان القضيه تتحال على رجال امن سيدي بنور اللي هما بالتوفيق. هي من حق انها تجاوزات كثيره بزاف. كثيره صاحبي. مرتي ولات هضره خايبه وضربوها قدامي وديروا هادشي نموت اما على مرتي ولا على ولدي. ما كاينش انا. نتمناو ما نوصلوش لهذيك الدرجه دكتور، نتمناو لك بعدا الشيء. ماشي ما نتمنى. انا كلي طحنت عصا. اي. ترجمت بحال الشيطان. سبعه كيرجموني بالحجاره والزراوط. الزوجه ديالو. الابن ديالو الكبير كيضرب. كيجي يجري ويتهز ويخبط. فيها الزوج ديالو كيضرب. فيها العزي ديالو كيضرب. ومعاه اربعه اخرين جايبهم في كونغو، خمسه جايبهم في كونغو، كلشي كيضرب. بالحجاره والعصي. داخل المسكن. داخل المسكن. زياده على هذا. حطموا جميع ملتزمات سميتها المنزل والحديقة الضيعة، خسروا البومبا، حرقوا الضوء، وهرشوا كل شيء. السياج اللي بانيه انا والحاشا، انا اللي باني بيدي شخصيا. زياده على تما كاين 40 بقره كلها هرشوا لها داك الشيء باش تخرج تديع وداك الشيء وحيدوا لها داك الشيء. دكتور حسب اللي كيبان دابا بحكم الحاله ديالك، يعني راك غتاخذ شهاده طبيه اللي غادي يبان فيها مده العجز تكون كبيره. وبطبيعه الحال راه هذه غادي يقدروا يعتقلوهم عليها ولا لا؟ مع واحد العزي برضك يجيبوا من سلا يدعى فتاح. هذاك شديته اليوم انا لداخل المسكن ديالي، ومن شديته ضربني مرفقني، ضربني على هذا الرجل هذه هي. واخا هكاك شديته اليوم وشافوا الدهباص، سيد الدهباص جيب الزروطه قاصني وشدوا. ودخلنا وحطيت لي شهاده طبيه 25 يوم ويومين من المستشفى. ومع ذلك ما عرفتش، جات الحاجه كذبوا عليها، قالوا لها الصلح، محاولة الصلح، وطلقوه. وهو اللي دار هادشي ثاني. إذا هذه راه امور خطيره، إلا ولا انسان عنده اكثر من 21 يوم وما كيتعقلش. هو اللي دار هادشي. يعني هذه راه. وقلت له ما عندوش الحق يخرج، أنا مرتي ليست وكيل عليا. هذه راه محاولة قتل. هذه راه محاولة قتل مع سبق الإصرار والترصد. أن الأمور كتعاودوا. راكم ما لقاونيش خفيف وكان كاردي وكان ديك وقتلوني. محاولة القتل، يعني كانوا باغيين يقتلوك. كان الموت ديالي. ممتمنا وحقك غادي تقتل. الزوجة ديالي راه. راه لتحت هي شفناها. ورجعت أنا؟ إيه. ورجعت أنا؟ يعني الموت. راه هزيت على واحد ست ولا سبع ضربات في الكيد داري. صافي شكرا. ما يكون باس.